السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أحلامنا الجميلة. تعودنا معكم أن في كل حلقة نتكلم على رمز من رموز الرؤى والأحلام. الأمر اليوم يختلف عن أي حلقة، لأننا سنتكلم على رموز كثيرة جدا متعددة. في رموز كثيرة في علم الرؤى والأحلام نتكلم عنها، ولكن نتكلم عنها بإيجاز شديد جدا. على سبيل المثال، القطار في المنام. عدد كثير جدا من الناس ترى القطار. القطار ده جديد ولا قديم؟ القطار كان يسير بسرعة هادئة ولا بسرعة فائقة؟ عدد كبير جدا من الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أركب القطار، أو أجي أركب القطار الحذاء يقع، أو هناك أمر يحول بيني وبين ركوب القطار، يدل على أمور معقدة، أمور غير مهيئة على الإطلاق لصاحب المنام إذا لم يستطع أن يركب القطار. الهدهد في المنام، تفسير الهدهد إيه؟ مع أن الهدهد ربنا ذكره في القرآن الكريم مع سيدنا سليمان عليه السلام. الهدهد دل على الأخبار السارة، يدلل على الأخبار الطيبة الجميلة. الهدهد بعض الأحيان يبين على الخبر الأكيد. الهدهد يبين على المناسبة السعيدة. الهدهد بعض الأحيان يبين أن صاحب المنام يحاط من أهل الفساد ومن أهل الفسق. السيارة أو الطائرة بعض الأحيان تعبر على النجاة من السوء والحفاظ من الفتن والابتعاد عن المهالك لصاحب المنام. معنا اتصال، أول اتصال معنا أم يوسف. اتفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يوسف. أنا عندي حلمين صغيرين خالص. تأمري أمري يا أم يوسف، اتفضلي. الله يخليك. الحلم الأولاني إن أنا حلمت إن مرات أخويا اتصلت بي قالت لي يا صباح أبوكي تعبان تعالي شوفيه، ورحت أنا والعيال وجوزي وخلص الحلم على كده. هو أبوك في الحقيقة تعبان؟ لا، بس النهارده سمعت ان هو تعبان. ما هو سيعاني من شويه تعب، ولكن اتبنى من الله واسال الله ان يكون هذا التعب الخفيف ليس بالثقيل، والله اعلم ان شاء الله. الحلم الثاني ان انا حلمت ان انا واختي ماشيين مع بعض عشان نجيب هدوم العيد، فرحت جبت طقم من بنات قاعدين، قلت لها انا اصلا جبت طقم في البيت وهاخد طقم ثاني، وخدت الطقم ومشينا انا وهي في ارض زراعيه بس ما فيهاش زرع، بس كلها ميه وطين عشان بيروا الارض، لكن ما فيهاش زرع لسه ما نبتتش، ومشينا في الميه والطين انا واختي سحر، وبعدين هي ماسكه الهدوم اللي انا جبتها فشكله حلو خالص، فهي رمته على اللي هي المكان اللي عامل فيه حمام البهايم، فشلت برضو الطقم من المكان ده هو، وقعدنا نمشي في الميه انا وهي والطين، وجيت امشي لقينا حيطه مسدوده، جينا عشان نطلع ركبنا على الحيطه دي، فقالت لي حسبي ده ممكن تقع، قلت لها لا هتقع ازاي، رحنا رجعنا وقعنا تاني انا وهي في الميه والطين ما طلعناش منه. انت معاكي اولاد؟ معايا يوسف ولوجي. ربنا حمن عليكي بالحمل، وربنا حيبشرك بالخير، وربنا سيعطيك الرزق، وأنت إنسانة متواضعة، عندك صفة التواضع وليس عندك صفة الكبر أو الرياء، واللي كانوا معاك دول خير لهم، بس ربنا حيحفظك من بلاء أو في أمر كان سيصيبك أو سيأتي إليك، ولكن من رحمة الله ومن كرم الله الله أبعده وأزاله عنك، فقول الحمد لله. اتفضلي يا أستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة. الحمد لله يا هبة تمام. نعم؟ معايا حلمين إن شاء الله. اتفضل، لو كانت رؤية قصيرة هقول لك قول الثانية يا هبة. ماشي. كنت رايحة عند أهلي
فانا البيت في مدخل البيت لقيت قطط صغيره زي ما كنا عاملينها عليها عش، يعني حاطينها كده زي ما يكون مربين فراخ او حاجه. تمام. قطط صغيره في مدخل البيت كده. وبعدين دخلت جوه لقيت امي، كانت امي متوفيه اصلا بس كان عندها جلطه قبل ما تموت يعني، قاعده على الكرسي اللي كانت على طول قاعده عليه في نفس المكان وكده. والدي بيديها سماعه التليفون تطمن على اختي عشان هي تعبانه وكده. بس ده ربنا هيبعدكم، ربنا هيبعد عنكم فتن، هيبعد عنكم نكد، هيبعد عنكم امراض. الظاهر انتم تعانون من امر من الامور يا هبه، والله اعلم. قولي الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه اختي شافت امي المتوفيه ان هي في مطبخ كانها بتطبخ يعني حاجه، بس مبتسمه قوي، بتقول وشها مبتسم، هي مش بتضحك ضحكه صوتها باين، لا هي مبتسمه، بتقول وشها مبتسم، وانا عماله ابص لها جامد يعني، هي عشان وحشاها وكده عماله تبص لها وبتناولها الحاجه وهي بتطبخ بتناولها، وهي متنحه لها كده ما شالتش عينها من عليها. فامي زي ما يكون مستغربه هي بتبص لها كده ليه، وابتسمت اكتر، الابتسامه زادت على وشها وكده. بس ده يدل ان الام في راحه وفي سعاده وفي نعيم وفي مكانه عاليه تمتع عند رب العالمين، والله اعلم. اتفضلي يا ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم خالد. أنا شفت في الرؤية جاز جمال جايين وواحد ركب عليهم. لا شفت إيه يا أم خالد؟ ارفع صوت بتاعك يا أم خالد شوية. جاز جمال. جمال. أيوة جاز جمال، بس كل جمل برجل واحدة. كل جمل برجل واحدة، وواحد ركب عليهم. تمام. وأنا واقفة فالجمال جاي هتعضني. قال لي امسك الجريده دي وشاوري عليهم وهم مش هيعملوا لك حاجه. تمام. رحت مشاور عليهم خافوا مني، وراح واخدهم وراح طابق في غايه الغد دي كان بتاع والدي مزروعه ذره، راح مرقد الجمال فيها وبصيت لقيت حوالين الجمال جريان بيضة. تمام. وما عملتش حاجه الجمال، ولقيت بقى الغايه احنا زارعين فيها ذره وبرسيم، واخويا زارع جسر كده حته صغيره كده توم. تمام. بس فقال لي يا مشاوري بقى على الجمال، فجيت انا واقفه ولقيت الارض بقت سقف عالي يعني الغد دي بقت سقف عالي وانا واقفه عليها. تمام. وبصيت لقيت قال يعني الميه قطعت وانا بكمل غسيلي بغسل رز للحمام، عايزه احشي حمام. تمام. وبجهز الرز للحمام فالميه قطعت، فواحد بيقول لي يا اسمه محمد بيقول لي الميه قطعت، فابنه رد عليا قال له لا الميه عندها كتيره، هي مخزن الميه غيرها. تمام. ففي الرؤيه دي انا كنت قبل ما انام كنت بدعي لابني ان ربنا يديه. انت يا ام خالد في حد عمل لك مشاكل يا ام خالد؟ لا 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 مفيش حد. ولا فيش مشاكل مع حد ولا خلافات مع حد؟ لا مفيش مشاكل مع حد ولا خلافات مع حد. قول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لان موضوع الجمل يدل انك انت انسانه صبوره، عندك صفه الصبر. ما رؤيه الجمل دي كررت لي كذا مره. ما عندك صفه الصبر يا ام خالد، وانت حملتي من امور في الحياه امور كثيره جدا متعدده. لا الحمد لله، فما ينفعش الشكر لله لوحده. الشيء الثاني موضوع الحمام في اخر المنام. ده ربنا سيمن عليك بالرزق، وربنا سيعوض صبرك خير، وربنا هيجعل لك الأيام القادمة أفضل لك من الأيام الماضية بكثير جدا يا أم خالد. يا رب يا رب. والله أعلم. اتفضلي يا أم حمادة. ازيك يا شيخ إبراهيم؟ الحمد لله يا أم حمادة تمام. عندي رؤيتين صغيرين. اتفضلي يا أم حمادة. رؤية، أول رؤية حلمت بعمل اكل كوارع وحمام. تمام. ومعلقاهم وحريم عيالي حواليا وبنتي وابني الصغير قاعد على حته عاليه كده. تمام. ومسالهم ونقول لهم تاكلوا ايه؟ قلت انا مرات ابني الكبيره قاعده على جنب لوحدها كده، فقالوا لي هناكل كوارع، قلت خلاص يبقى الحمام خليه للحاج وابني توصاني، وهم كلهم طلبوا كوارع. ده اول حلم. يا ام حماده. نعم. انت في الحقيقه بتحب الكوارع يا ام حماده؟ اه. تمام. انت ما تعاني من تعب او مرض يا ام حماده؟ اه. طب الكوارع ربنا سيزول عنك الامراض وسيزول عنك النكد. موضوع الحمام ربنا هيمتعك متاع طيب جميل
بأمر من الأمور في الحياة. الحمد لله. قول رؤية تانية يا أم حمادة. الرؤية التانية حلمت زي عند بيت أخويا، شفت بنت أخويا هي معها بنت مخطوبة، فحلمت يعني جماعة ستات ملمومين حواليها، وواحد واقف، هي بيقول تعبانة شوية، واحد واقف محاطة ماسك جرجر بيلاقوا فيه مية ملح ومية مقرى عليها قرآن، بيعملها لها عشان تستحمى بيها عشان تخف، بيقولوا تعبانة، بسأل عليها قالوا لي راح تستحمى بالمية عشان هي تعبانة، مية بقرآن. ده الرؤية. طب وهي اصلا الحقيقة ام حماده؟ نعم. هي في الحقيقه تعاني من اذى او تعاني من تعب او تعاني من شيء في الحقيقه؟ لا هي ما عندهاش تعب، بس كانت اتخطبت وتفشكلت واتخطبت ثاني قريب. طب ما هو التعب ده، ما هو التعب مش لازم يكون مرض يا ام حماده. يعني هي اتخطبت، بس يعني مخطوبه قريب دلوقتي. هي اتخطبت وتفشكلت. واتخطبت ثاني. فالخوف يعني الخوف ان هي تفشكل، تعمل ايه يا ام حماده؟ تواظب على قراءه ايه الكرسي والمعوذتين والاخلاص يا ام حماده، لان هي مصابه بنوع من انواع الاذى، من الممكن ان يكون حسد، يعني من الممكن ان يكون حسد. والله اعلم يا ام حماده. بارك الله فيك يا شيخ. تؤمري امر يا ام حماده. بص يا شيخ ابراهيم. نعم. أنا في يعني بالصدفة لما أشوف رؤيا، بقت الرؤيا كل ما أشوفها أصبح الصبح أنساها على طول. أحسن، قول أحسن يا أم حمادة. بنام على المعوذات وأقرأ قرآن برضه قبل ما أنام. عشان ما تشغليش نفسك بالمنام ولا حاجة، هو الأفضل إنك أنت ما تدوريش على التفسير بتاع المنام، الأفضل أول ما تقومي من النوم تقولي اللهم اجعله خير، الله يحقق لك المنام وعلى خير يا أم حمادة. ألو. والله أعلم، تمرين أمر. الله يخليك. ألو. ايوه اتفضلي يا ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذه ناديه ارفع الصوت شويه. طب حاضر يا فندم، تحياتي لحضرتك ولورشه البرنامج والاستاذ المحترم اللي بيرد على التليفون. ربنا يبارك لك وطول في عمرك ان شاء الله. الله يخليك. عندي حلمين بس لو سمحت. اتفضلي. طيب الحلم الاولاني، انا حلمت ان في واحد بيديني وصل، بيقول لي خدي ده وصل النور. تمام. وبعدين لقيت واحد اسمه صلاح احنا نعرفه. نعم. واقف قدامي، وبعدين انا كان في سلسله في رقبتي شدها، شدها يعني قلعها لي، بس هو شدها فهي اتقطعت واتفردت، ورفع ايده لفوق كده وهو مسكها مفروده. تمام. بس كده، هو ده الحلم الاولاني حضرتك. لا دي اضغاص واحلام، لا تفسير ولا تاويل له يا استاذه ناديه. طب حلمت ان في فرخه كانت قدامي وحاطه على بقها كمامه، بس الكمامه دي كاني يعني وش بني ادم هو اللي حاططها، وبعدين كانت عايزه تتكلم وكلامها كان مش مفهوم، فانا بقول ايه ده، الفرخه بتتكلم؟ طب على العموم سيدنا سليمان ان النمل كلمه. انت لما تطلعي بره هتلبسي كمامه ولا مش هتلبسي كمامه؟ لا انا بلبس. ها؟ بلبس. متاكده؟ ايوه. ربنا سيحفظك. أيوة انت شاكه في نفسك ولا ايه؟ لا يا فندم، بلبس بركب مواصلات، بركب بمشي في الشارع بركب. ربنا سيحفظك من الامراض وسيحفظك الله من الهم والغم، ودي رساله من ربنا مش ليك ولكل الناس، وحافظ كل انسان يلبس الكمامه بتاعته. والله اعلم. طب لو سمحت يا شيخ، كلمه نعم؟ واحده بس، كلمه واحده بس، كلمه صغيره. اي كلمه؟ احنا قول الكلمه بتاعتك. هي وقت دلوقتي بتقول لي عايز تعرف من حضرتك البشاره في الحلم ايه؟ لا ارفع الصوت بتاعك لو سمحتي. اختي لسه دلوقتي بتقول لي اسالي الشيخ قولي له البشاره في الحلم معناها ايه؟ البشاره؟ بشاره. البصاره؟ ايوه. يعني طبيخ بصاره ولا ايه؟ بيقول لك طبيخ بشاره ولا ايه؟ انت شفتيها بس كده؟ يعني شفتيها بس؟ بتقول لك بس شافتها كده بس. لما تقول طبيخ بصاره يا ست، ايه البصاره دي؟ قول طبيخ بصاره. ايوه. ده يدل ان هي يعني. يدل ان هي انسانه تحب التواضع، عندها صفه التواضع، غير متكبره او غير متعاليه. والله اعلم. تؤمرين امر يا فندم. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي الغالي.
تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج ولأسرة القناة جميعا. ربنا كل عام وحضراتكم وأمة لا إله إلا الله جميعا بخير. ربنا يبارك لك وتقول في عمرك يا عبد الرحمن، اتفضل حبيبي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية الأولانية إن شاء الله شهدت إن أنا راكب ميكروباص تمام ورايح مع السواق في قاعة أفراح، نعم، بس مش عارف مكانها فين بالظبط. فسائق الميكروباص وقف في مكان بيطل على بحر او على نهر بس هادي، وبعدين قال لي قاعه الافراح بتاعتك امام، هو شاور لي، انا شفت زي مسجد وليس كنيسه. تمام. قال لي ده مكان السيده العذراء مريم، كنيسه السيده العذراء مريم عليها السلام. وقال تمام. لي قاعه الافراح اللي هي الاولانيه اللي ملاصقه ليها. نعم. كان في ثلاث قاعات، فقال لي القاعه الاولانيه اللي انت رايحها اللي هي ملاصقه ليها وشاور لي عليها. تمام. دي الرؤيه الاولانيه حضرتك. اولا موضوع قاعه الافراح دي مناسبه سعيده لك. ان شاء الله. موضوع السيده مريم العذراء البتول رضي الله عنها وارضاها، سيمن الله ومن الله عليك بالصلاح والفلاح. وسيمن الله عليك ببعض الايات او العلامات او الاشياء الطيبه الجميله في الحياه في طاعه رب العالمين والله اعلم. الله يبشر حضرتك رب العالمين بكل خير يا رب. قول رؤية تانية ممكن اقولها؟ اتفضل حبيبي. لا دي بتاعت زوجتي ام جبريل، ممكن هي تقولها لحضرتك ولا اقولها انا؟ براحتك حبيبي، لك الحريه. لو تكرمت ام جبريل مع حضرتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام جبريل. لو سمحت انا شفت انا كنت قاعده في البيت، لقيت جوزي نازل من فوق السطح جايب بنتي معايا. تمام. فبقول له يعني البنت دي ازاي طلعت السطح؟ فاحنا قاعدين في الدور الثاني او في الثالث. فقال لي هي كانت بتلعب في الشارع وممكن تكون ايه نطت. فانا ايه استغربت. فلقيت البنت جميله ولابسه سلسله يعني طيبه. تمام. فانا يعني من شده اعجابي بالبنت بقيت فرحانه بيها. وبقيت مستعجبه ان ازاي اللي احنا في الدور الثالث والبنت يعني ايه ازاي هي ايه جات لنا يعني. فده اللي انا شفته. ده ربنا هيحفظكم من البلاء والفتن، وهذا نوع من انواع البشرى الطيبه الجميله العظيمه لكم في الايام القادمه والله اعلم. اتفضلي يا استاذه هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هبه اهلا بك وباهل الشرقيه الكرام. يسلمك يا شيخ. اتفضلي. انا حلم اختي حلمت ان هي واقفه هي وبنتها علشان يغسلوا امي، المفروض ان هي بس على الارض. تمام. امي نايمه على الارض وهيغسلوها، فهي سابت بنتها هي اللي تغسلها وما غسلتهاش وسابتها ومشيت. بعد ما مشيت شويه هي لابسه شبشب بالصوابع، الشبشب وقع منها فوطت جبهته ولبسته تاني ورجعت لامي، فلقيت ان بنتها غسلت نصها بس مش ما خلصتهاش يعني. لا يا هبه، مين اللي وقع من الشبشب، الام ولا البنت؟ لا الام اختي، عشان هي مشيت وسابت امي ما غسلتها اصلا، مشيت شويه. تمام. الشبشب وقع منها لبسته ورجعت تاني، رجعت لامي بقى. تمام. فلقت بنتها غسلتها نص بس مش خلصتها. تمام. فهي قالت هتكمل غاسلها وكده تغسلها، فبتكب عليها ميه فطلعت الميه ساقعه، فقعدت تقول لها معلش يما انا اسفه ومش عارفه ايه حقك عليا، طلعت الميه ساقعه اللي هي بتغسلها بيها. هي هبه الام حد مزورها على القبر بتاعها يا هبه؟ يا شيخ بنروح. كل قد ايه؟ يعني فترات يعني مثلا كل اسبوعين ثلاثه كده. تمام. لأن هناك أجر وصل إلى أمك ولكن أجر قليل. فدي رسالة من ربنا لكم أنتم تكثروا من الأذكار والاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وتهب هذا الأجر وهذا الثواب إلى الأم. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لكم الأمور وأن ربنا يفتح لكم أبواب وطرق الخير والله أعلم يا هبة. طب لو سمحت يا شيخ، هي شافت برضو امي جايه تديها 50 جنيه وتقول لها طلعيها، بس هي نفس الاخت يعني. لا قولي تاني يا هبه. إيه ان امي ادتها 50 جنيه وقالت لها خدي دي طلعيها. تلاقي رساله من ربنا انكم تطلعوا حاجه لوجه الله وليكن على قدر المصداق، حتى لو 50 جنيه نفس المبلغ الذي جاء في المنام يا هبه. ماشي. والله اعلم. اهلا عبيد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد الله. دلوقتي يا فضيلة الشيخ، من سنة كده وسنتين حلمت إن أنا ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
واحمد سلاح. مرينا على ناس استنكروا قالوا ازاي يعني تحملوا سلاح هذا ضعيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح واخد السلاح مني وبعد ما الناس مشيت راح مرجعوه. انتهى الحلم على كده. مع العلم ان انا اصلا لا دخلت الجيش ولا عمري حملت سلاح. ده ربنا هيمن عليك بالقوة والصحة والعافية، وربنا هينصرك على الأعداء والحاقدين والحاسدين، وربنا سيحفظك على المتآمرين يا عبيدة، والله أعلم. ولكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى كلام كثير وإلى كلام عظيم، لأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق لا كذب ولا ريب فيها. في رؤية ثانية يا فضيلة الشيخ. ما لما انتهى يا أبو عبيدة. وفي حد يكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمال رؤية النبي وعظم الجمال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، تقول معايا رؤية تانية؟ ده أنا لو حفسر لك ألف رؤية لابد أن تنتظر عندما أفسر لك رؤية رسول الله يا عبيدة. فرؤية النبي خير طيب جميل عظيم بكل المقاييس، والله أعلم. تفضل يا عبيدة. يا عبيدة اتفضل يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم خالد. أنا كنت لسه أكمل لك الرؤية الثانية ورحت فصلنا عليا. أنت قلت ثلاث رؤية يا أم خالد مش رؤية واحدة بس يا أم خالد. ما أنا كنت هخش لك على الثانية. أنت قلت ثلاث رؤية يا أم خالد. الرؤية دي شفتها النهاردة الظهر. أنت هتضحك عليها وهتضحك على المشاهد. خدني منك ثلاث رؤية تقول انت رؤية تانا كنسلت علي، هو مش بكنسل على حد. قول رؤية بتاعتك يا ام خالد. لا قلت لك رؤية واحدة. تفضلي ارفع الصوت. طيب ماشي. الرؤية دي انا شفتها النهاردة، لقيتني النهاردة الظهر. يا ريت تعالوا الصوت يا جماعة من حلاكم. ما انا صوتي عالي اهو، بقول لك انا شفت الرؤية دي النهاردة الظهر. تفضلي. فلقيتني ماشية وبصرح في شعر وشعر طويل. تمام. وماشية في الطريق اللي هي طريق في البلد بتاع ابويا. وبصيت لقيتني وصلت لاخر الطريق، ولقيتني راكبه في عربيه، بركب في عربيه. وفي جيشه شباب قاطريني عايزين ياخدوا مني يا البوك يا العيل اللي في ايدي. فراح قاطعين الكيس اللي في ايدي وخدوا منه حته، بس ما عرفوش ياخدوا العيل مني. تمام. شتمت السواق، لا السواق، فبقول له انت المفروض ما كنتش تحافظ، انا ما ركبناش. انا مش عارفه احوش عنك الناس دي، يا ده اربع شباب منهم واحد بس اللي انا اعرفه اسمه مصطفى. عارف ياخدوا عيني بس دولهم. استنى عند اقرب شرطه. رحت نازله بقى عند اقرب شرطه وقلت لهم اغطوني الناس دي عايزين ياخدوا العيل دي مني. بس والعيل ده بقى العيل ده فعلا معايا بالفعل، هو عيل ابن بنتي ومربياه. تمام. فدخلت على الشرطه، الشرطه رحت واقفه بقى في حمى الشرطه. نعم. وانا كنت لابسه فستان، فالفستان دي ده في جزء مشغول وجزء لسه بيكمل. فستان جديد جزء مشغول وجزء لسه بيكمل. ماشي يا ام خالد. اتفضلي يا ام محمد. محمد أم خالد، موضوع السيارة تيسير أمور لك، إن ربنا حيسر لك بعض الأمور في الحياة. موضوع الشعر ربنا من عليك بنعم كثيرة جدا في الحياة، فعليك أنك تكوني حامدة وشاكرة إلى أنعم الله، إلى ما أعطاك الله من هذه النعم. موضوع الجماعة لما أرادوا أن يأخذ منك هذا الأمر، ربنا حيحفظك من السرقة ومن الاعتداء، وربنا حيحفظك من أمور كثيرة جدا متعددة في الحياة. موضوع الفستان دي مناسبة سعيدة لك في الأيام القادمة، والله أعلم. في حد معانا؟ ناخذ رمز من بعض الرموز اللي تأتي للسادة المشاهدين كثير جدا، وهو موضوع الزواج. الزواج ده الزواج يحتاج إلى مجلد. الزواج دائما يكون مناسبة سعيدة، وبالذات لو جاء الزواج. تمام. لو جاء الزواج دون موسيقى او دون عزف او قيس على هذا المنوال، فيدلل على الخير الطيب الجميل
العظيم المناسبة السعيدة. لو إنسان تزوج من امرأة غير زوجته، بعد حين واحد يقوم من النوم يبقى منزعج، والعلمك أغلبية الناس تقوم مبسوطة فرحانة وسعيدة أنه تزوج، يعني طلع من الكبت والضيق اللي هو يعاني منه في الحياة. وفي الحقيقة مع زوجته عندما يتزوج من زوجة ثانية يقوم مبسوط وفرحان وسعيد. والزواج وجه عام خير جدا وخير كبير وخير عظيم، وكلما كثر على الزوجات كلما كثر له الخير والرزق. ولكن المصيبة إذا تزوج من امرأة خامسة، بعد حين واحد يتجوز خمس زوجات في رؤية، ده مصيبة. لو الإنسان تزوج في المنام زواجا عرفيا، ولكن نحن نتكلم بعد الرموز العامة. لو تزوج زواجا عرفيا يدل أن هذا الرجل يخفي أمرا عظيما في حياته، وبالذات يخفي هذا الأمر عن زوجته وعن أولاده وعن أسرته. لذا كان هذا الزواج زواجا عرفيا في المنام. الضرب في المنام إيه؟ الضرب دائما يكون في المنام، الضرب خير للمضروب وليس للضارب، يعني اللي يضرب في المنام خير عظيم جدا له، ويزداد هذا الخير إذا كان الضرب من الأب أو من الأم، ويزداد هذا الخير إذا كان من الأب أو الأم ويكون متوفى. لو كان الأب متوفى ده خير عظيم جدا لمن يضرب في المنام في علم الرؤى والأحلام. الحذاء يدلل على ايه؟ الحذاء دائما في معظم الاحيان لو آنسة يبين على الزواج، ولو متزوجة يبين على الحمل، ولكن يختلف على لون الحذاء. الحذاء كان جديد ولا كان قديم؟ الحذاء كان مقطوع ولا كان سليم؟ واحدة تقول لي رأيت في منامي بأنني سألبس حذاء ولكن الحذاء ده مقطوع. قلت لها تقدم لك واحد للزواج، قالت ايوه. قلت لها انه هو كان متزوج قبل ذلك. فان شاء الله حنكون متواجدين معاكم ان شاء الله يوم الخميس ويوم عفوا يوم الاربعاء ويوم الاثنين من كل اسبوع، برضو عفوا مره ثانيه، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع الساعه 6:00 مساء، فانتظرونا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.